الخير. ضمن برنامجنا الوطني الهادف حبينا يكون موضوعنا الأول استقلال والذكرى 75 أو اليوبيل الماسي، تيكتشفوا الأشياء الجديدة قديش الأجداد ضحوا وعملوا للبنان. وحبينا يكون موضوعنا الثاني سويسرا كنموذج للدول اللي تصارعوا أبنائها وعادوا واتفقوا لما نعرفوا أنه الألفة والمحبة هي اللي بتصفى الدول العظيمة. بالبداية خلونا نرحب سوا بالفريق جي، بتعرفونا عن حالكم بليز؟ كارمن الغريب من سانكير زحلة. جانا أبو زيد أزهر البقاع باكوان. مهل يحيى ثانوية أب الياس باكوان. ماريا أبو عيد ثانوية الرهبات الأنطونيات. أهلا وسهلا فيكم صبايا. فريق زاد، تعرفونا عن حالكم بليز؟ عمر المعلم ثانوية أب الياس الرسمية. مجد محيميد ثانوية حوش الأمر. جوش الدياق مدرسة القلبين الأقدسين زحلة رصي. نينا ناصر سانت فاميرية. كمان أهلا وسهلا فيكم معنا. فريق جي، نبدأ معكم والسؤال الأول بالتاريخ. بعدما خرج من الاعتقال بقلعة راشية ألقى رئيس الحكومة رياض الصلح كلمة، ما أهم ما جاء فيها؟ عدنا كما ذهبنا متحدين منتصرين في الدفاع عن الاستقلال. برافو، أول علمتين لإلكم. فريق زد، السؤال الأول. ب 15 تشرين الثاني 1943 جرت تظاهرة أمام منزل رئيس الحكومة، أطلق عليها النار، كم قتيل وقع؟ قتيلين. صح. كمان علمتين لإلكم. أنا هون بدي أعلق كلمة أقول إنه كثير استشهدوا معركة الاستقلال. أنا لأنه في كثير بيعملوا بصيروا ينظروا على التلفزيونات وبيقولوا الاستقلال إجانا هدية، لا ما إجانا هدية، راح ضحايا كثير. عكس ما بيعتقدوا بعض ناس وبعد بيحكوا بالأخبار وبيقولوا إنه بفضل سبيرس والإنجليز إجا، لو ما راح ضحايا الاستقلال ما إجا. صبايا منتابع معكم، والسؤال الثاني بالتاريخ. ما هي النقطة الثالثة التي ارتكزت عليها سياسة الحكومة الاستقلالية في البيان الذي ألقاه رئيس الحكومة رياض الصلح ب 28 الثاني 1943؟ قضية المصالح، طلبت الحكومة باستلام مصالحها. صح. علمتين لإلكم، صار معكم أربع علمات. السؤال الثاني بالتاريخ. من كان وزير الصحة في حكومة الاستقلال الأولى؟ وزير الصحة مجيد أرسلان. صح، علمتين لإلكم. منتبع مع الصبايا، والسؤال الثالث. ما هو القرار الذي أذاعته السلطات الفرنسية عبر محطة راديو الشرق في تمام الساعة السادسة من 12 تشرين الثاني 1943؟ قرار منع التجول. كمان صح، علمتين لإلكم. زد، السؤال الأخير. ما هي النقطة الخامسة التي ارتكزت عليها الاستقلالية في البيان الذي ألقاه رئيس الحكومة رياض الصلح ب 28 الثاني 1943؟ رفض المعاهدة مع فرنسا. صح، كمان علمتين لإلكم. نبدأ بأول سؤال بالتحليل الذهني، يلا يا صبايا. ما هو العدد الناقص في تسلسل الأرقام التالية؟ 35 186 1092 1092 1092 6528 28 6528. هل هني وعم يفكروا الشباب والصبايا؟ أنا بدي أذكر بالهدايا، جوائز بلدية زحل المعلقة تعنايل، طلب من الرئيس أسعد زغيب زيع الجوائز للفرق اللي رح تربح. الفريق الأول كل واحد بيطلع له 1.5 مليون ليرة لبنانية كل طالب، يعني مضروب بثلاثة. الفريق الثاني كل طالب 1,125,000. الفريق الثالث كل طالب 750,000.
قرب الوقت ينتهي يا صبايا، فيكم تتساعدوا مع بعض لتشوفوا إذا الأجوبة مثل بعض. خلص الوقت، عندكم جواب؟ 37,144 37 قالت 37,000 شو الطريقة؟ نقصت 5 وضربت 6 ورجعت زدت 6. ايش؟ الجواب هو 39,144. بنطرح بأربعة وبنضرب بستة. زد، سؤال لكم. ما هو العدد الناقص في تسلسل الأرقام التالية؟ 33 135 645 3195 33 135 645 3195 خلص الوقت، عندك الجواب؟ في جواب؟ 15,945 صح، شو الطريقة اللي عملتيها؟ عملت ناقص 6 ضرب 5 صح، علامة لإلكم، صار معكم 7 علامات. منتبه معكم صبايا، والسؤال الثاني، استعمل الأرقام 10، 20، 30، 40، 50 لتحصلوا على العدد 2450. كمان معكم دقيقة لتعطونا الجواب. فينا جواب؟ ايه أكيد. 20 زائد 30 بيعطي 50، و40 زائد 10 بيعطي 50، 50 ضرب 50 2450، لا 2500 ناقص 50 صح. علمتين لإلكم، برافو. بدي أسألك سؤال، كيف فكرتي باللوجيك كيف عملتي؟ هو 2500 هي 50 ضرب 50. عفاكي عفاكي، حلو حلو، هنيكي. زد، منتبه معكم، والسؤال، استعمل الأرقام 54 64 74 86 96 لتحصل على العدد 75. أربعة وخمسين، أربعة وستين، أربعة وسبعين، ستة وثمانين وستة وتسعين لتحصل على العدد 75. جواب؟ يا 74 ما بنتقارب، بنعمل 96 ناقص 86 بيطلع لنا 10، وبنعمل 64 ناقص 45 بيطلع لنا 9، 10 45 54 على الميكرو بدك تعطيني الجواب. 96 ناقص 86 10، و 64 ناقص 54 10، عندك 74 بدك 75، 10 على 10 1، ناقصي منها
اللي طلعت معك انت 10 ب 10 ناقص 1 على 1 و 74 بيطلع معك 75. كيف ناقص 74 و 1 زائد 1؟ طيب كنت انتبهوا. والله أعطيني طريقة شطور غير طريقتي، استعمل العشرات قسم العشرات طلع له واحد، الواحد شيله من 75 طلع 74. والله عفيك أنا عملت غير طريقة، أعطيكم المدام طريقتي، لكن حل طريقتك أهين. والله عفيك معون. عمل 54 زائد 96 عطانا 150، 64 مع 86 150، 150 على 150 واحد، واحد زائد 74 بيعطينا 75. أوكي سؤال للصبايا، استعمل الرقم 5 7 مرات لتحصل على العدد 5505. 5 7 مرات لتحصل على العدد 5505. طولوا بالكم إذا ما عرفوا الصبايا بتجيبونا. 5555 ناقص 55 زائد 5 صح. علمتين لإلكم يا صبايا، وهيك بيكون صار معكم 11 علامة. السؤال الأخير للزد، استعمل الرقم 9 7 مرات لتحصل على العدد 901. 9 7 مرات لتحصل على العدد 901. تسعمية وتسعة وتسعين ناقص تسعة وتسعين تسعمية زائد تسعة وتسعة صح. علامتين لإلكن بيكون صار معكن 10 علامات. نتوقف لحظات قليلة مع الإعلان ومنعود لمتابعة الفقرة الثانية من التحدي الثقافي الكبير. قبل ما نبدأ الفقرة الثانية من التحدي الثقافي الكبير بحب ذكر بالعلامات، جي معون 11 علامة مقابل 10 علامات للزد، رب من بعض العلامات. نبدا معكم، والسؤال الاول يا صبايا بكره القدم، حاضرين منيح؟ كم اصابه سجلت بال64 مباراه بمونديال 2018؟ هيدا سؤال ما ممكن يخطر على بالهم استاذ كمال. لازم يخطر لانه انا قلت لهم المونديال في كثير اسئله حلوه بالمونديال. كم اصابه؟ يلا يا صبايا السؤال بليز. كم إصابة سجلت بمونديال 2018؟ يعني بال64 مباراة يلي صاروا كم إصابة سجلت؟ أعطوني رقم يا صبايا، خلص الوقت صبايا. شي 25. وينك وين أكتر؟ تقريباً أربعة، من أربع حالات طرد أو خمسة إصابات بال64 مباراة. إصابات كم جول فات؟ أربع جولات ولو؟ مية وتسعة وستين إصابة. إصابة جول، كم جول فات؟ لولو رجعت قلت للشباب كم إصابة يعني كم جول فات؟ 25 جول مش معقول. بعد انت قلت لي 25 اصابه، معقول يكونوا 25 كسروا رقابهم بالفوتبول؟ كتار. زيد ننتبه معكم، والسؤال الاول، اعلن نادي توتنهام الانجليزي ان مهاجمه الدولي وقع عقدا جديدا سيبقيه في صفوف النادي حتى العام 2024 ب 8/6/2018، من هو؟ مهاجمه الدولي، أعلن نادي توتنهام الإنجليزي أن مهاجمه الإنجليزي وقع عقدا جديدا سيبقيه في صفوف النادي حتى العام 2024. ما في جواب صبايا؟ في جواب؟ ما فيكم تاخذوا وقت، ما سؤال محول لعندكم. الجواب هو
هاري كين. ليه ما قلتي جواب؟ منتبه معكم. السؤال الثاني. صبايا، السؤال الثاني. على منتخب أي دولة فاز منتخب الأوروغواي بمونديال 2018؟ على منتخب أي دولة فاز منتخب الأوروغواي؟ البرتغال. صح، البرتغال. علامتين لإلكم، صار معكم 13 علامة. برافو صبايا. زد، من هو المهاجم الذي أعلن الاتحاد السويدي أنه لن يعود إلى تشكيلة المنتخب للمشاركة في نهائيات كأس العالم بروسيا 2018؟ من هو المهاجم الذي أعلن الاتحاد السويدي أنه لن يعود إلى تشكيلة المنتخب للمشاركة بنهائيات كأس العالم بروسيا 2018؟ صبايا، في جواب. الجواب هو ابراهيموفيتش. عم نسأل هيك سؤال، عم نسأل عن لعيب عالمي مشهور كثير، مش عن لعيب عادي. لما نقول ابراهيموفيتش يعني من اهم اللعيبه بالعالم يلي ما اشترك بالمونديال. سؤال للصبايا. اعلن نادي إنجليش جالاكسي الأمريكي تعاقده مع المهاجم السويدي ب 22/3/2018، من هو؟ إبراهيموفيتش. صح يا صبايا، حتى لو ما بتعرفوا الجواب كان لازم شفتوا الصدفة. إبراهيموفيتش سأب بسؤالين للفريقين بس كل واحد شيء. زد، سؤال لكم. من هو لاعب وسط ريال مدريد الألماني الذي أدخل هدفاً بمرمى السويد بمونديال 2018؟ من هو لاعب وسط ريال مدريد الألماني الذي أدخل هدفاً بمرمى السويد الألماني؟ إيه؟ مسعود أوزيل. توماس مولر. مش توماس مولر؟ لا 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 لا، من هو لاعب وسط ريال مدريد الألماني الذي أدخل هدفاً بمرمى سويد بمونديال 2018؟ أنا رح أعطيكم الجواب يلي هو كراس. منتبع معكم صبايا، والسؤال الأول بمسرح الرحابنة. ما هو الاسم الذي حملته فيروز بمسرحية ناس من ورق للرحابنة؟ ماريا. صح، علامتين لإلكم. زد، السؤال الأول بمسرح الرحابنة. أكمل هذه الأغنية للرحابنة من مسرحية ناس من ورق. دقيت طل الورد على الشباك، وينا؟ أطلبك ما عاد يحكي. صح، كمان علمتين لإلكم. منتبه مع الصبايا، والسؤال الثاني من مسرح الرحابنة. أكمل هذه الأغنية للرحابنة من مسرحية الشخص. ماتت لشو تخبر أنا وياك وحدنا؟ يا ورد رح نبكي. صح، كمان علامتين. منتابع معكم، والسؤال. انطلق المسرح الرحابني من المسلمات الثلاث التي كرست على كل أعمالها، ما هي؟ الله، الإنسان، والأرض. صح، كمان علمتين لإلكم. صبايا، السؤال الأخير من مسرح الرحابنة. ما هي المسرحية التي قدمها الأخوين رحبيني سنة 1959 مع وديع الصافي وفيروز؟ محاكمة. صح، المحاكمة، علمتين لإلكم، صار معكم 21 علامة. برافو يا صبايا.
سؤال الأخير من مسرح الرحابني للذات. أكمل هذه الأغنية للرحابني من مسرحية الشخص. بالساحة الكبيرة تمخطر فيي وعلق الغيرة على عيني. صح. كمان علامتين لإلكن. صار معكن 16 علامة. الحقيقة أنا بدي أرجع أقول تعليق قلته من 3 حلقات. عم بتفاجأ إنه الموضوع الوحيد اللي ما حدا بيغلط هو موضوع الرحابني. هذا شيء بيبسط. يعني في حنين للتراث وللجذور. بهنيكم. صبايا منتابع معكم. والسؤال الأول بسويسرا. حرب ساندرباند أفسحت المجال لبروز ماذا؟ لبروز نتج الدستور. الدستور بقل الحريات الدينية والإلغاء القضايا المعلقة بال. في كلمة أستاذ كمال بدو إياها. إبراز روح الوفاق بين الشعب السويسري. روح الوفاق بين روح الوفاق صح. كمان علامة لإلكن. هيك بيكون صار معكن علامة لإلكن 17 مقابل علامة لإلكن 22. منتابع مع الزد. والسؤال الأول عن سويسرا. ماذا تعتبر حرب ساندرباند؟ ماذا تعتبر؟ آخر الأحداث بسويسرا، يعني آخر حروب سويسرا. لا، ماذا تعتبر؟ تقول تعتبر حادث. أهم حدث بتاريخ سويسرا كان. أي ذكر. أهم حدث أو حادثة مهمة. حادثة تاريخية. مظبوط. علمتين لإلكن. صار معكم 19 علامة. قربتوا. صبايا السؤال الثاني. اتفق بعد الحرب كل أبناء سويسرا على إنشاء وطن بعيد عن ماذا ويعطي ماذا؟ بعيد عن المشاكل و يعطي ماذا؟ يعطي الحقوق الحرية. كمان نص. نص علامة. يعطي ماذا؟ عندك جواب. كل ذي حق حقه. صح. علامة لإلكن. صار معكن 20 مقابل 23. منتبه معكن. والسؤال الثاني. لم تتعرض سويسرا لنتائج الحرب العالمية الثانية وكيف ظلت بعد انحسار المعارك؟ سليمة بين البلدين اللي مدمرة هي. صح. سليمة. شو الحقيقة أنه سويسرا خلصت الحرب العالمية الثانية. هي الدولة الوحيدة بأوروبا تقريباً اللي ما كان رايح فيها حجر على حجر. وعلماً أنه كل الثروة تبع النازيين الضباط والمسؤولين الكبار كانوا مخبيين ببنوك سويسرا. وبعده لهلأ في إشي عم تتنبش في كتير بالكود سكري ما بيّن من الأموال النازية من 70 سنة. صبايا السؤال الأخير. دخلت سويسرا عصبة الأمم التي اتخذت من جنيف مقراً لها، لكنها عادت إلى حيادها الكامل متى؟ ألف وتسعمية وثمانية وثلاثين. صح. علامة لإلكن. صار معكن 23 مقابل 23. تعدلت. هيدا الجواب هو الحاسم. هيدا نشوف. اتفق بعد الحروب كل الناس بسويسرا على إنشاء أي وطن. عشو اتفقوا بعد الحروب؟ وطن فيدرالي. وطن فيدرالي. ديمقراطي. ديمقراطي. بطل كون فيدرالي أو فيدرالي. صح. بعد في كلمة تأخذ علامة. محايد عن كل ال. صح. صح. علامتين لإلكن. هيك بتكونوا قلبتوا المعادلة. صار معكن 25 مقابل 23. صبايا بدنا نقلكن هارد لك. مبروك للزد. نتلاقى بحلقة جديدة من التحدي الثقافي الكبير.